يتغير في الأشكال وإلى قبيل. 80% من الجزائريين، وهنا نجاوب تبون، 80% من الجزائريين ما عندهمش ثقة في النظام. أي حد ستذهب بالجزائر في ردة فعلها؟ وش عندها الجزائر تفعل؟ أنا جد تقطع الغاز علينا. يحبوش يقولوا الحقيقة للرأي الهام، مش عارف لماذا. القضية الصحراوية قضية محسومة عسكرية للمغرب، هو تفجر دبلوماسي للمغرب. وأنا لما تكلمت في أحد القنوات الأجنبية فارت طائرة البوليزانو، الناس ما تحبش تقول تسمع الحقيقة. الصعيد مع فرنسا وماكرون مش عارف كذا، قضية فقط وقت. والجزائر هي اللي تسعى للعودة لحضن فرنسا. إذا كان حبينا نخرجوا من ستاتيكو، تكلمون من ستاتيكو هذا، لأنه فيها نقطة مهمة أيضا، أنه نظام الجزائر عنده عزلة، عايش في عزلة. سيبوستاكو راه يدير لي رياكسيون، يرياجي، ولكن لي رياكسيون تاعو راهم يديروهم بطريقة عشوائية، بطريقة واحدة تخبط، لأنه الأساس هو لما تشوفي في الحياة السياسية، فيش حل سياسية في الجزائر، فيش أحزاب وكذا. هل الأحزاب السياسية مش تنشط خلاص؟ ما كانش أحزاب سياسية، ما كانش إعلام في الجزائر. ما كاينش ايضا حركيه فكريه، لانه مثلا كاستاذ جامعي انا الان ممنوع من كل شيء. مجرد افكار، مش انا نفذ الرصاص ونتيري ونقتل في الناس وكذا. افكار قناعات، يعني جيب لي اون فاس دو موا واحد من المتابع للنظام وقال نروح نتناقشوا في هذه الافكار وهذه القضايا. ما كاينش النقاش على كل المستويات، والعالم راه يشوف بلي في الجزائر ما كاينش هذا الديبا. طيب كيفاش تقدر تتقوى الدبلوماسيه الجزائريه؟ كيفاش يكون عندنا الحضور في الخارج اقليميا ودوليا الى غيره، عكس من يسميه النظام اعدائنا اللي متواجدين في هذه المحافل وموجودين في هذا النقاش. احنا دائما عندنا ردود الافعال اخت ليندا، ردود الافعال. متى يكون عندنا فعل؟ عندما نرجع الى الشرعيه ونرجع الى اننا نفتح النقاش ونعترف بان الجزائر للجزائريين مثل كم شمعينه من مصر. الجزائر الان استراتيجيا الجزائر وش راح يدير من اجل هذه القضيه؟ الجزائر راهي تبلوكي هذا ما كان، ما راهي تدير في والو، انا ري بروبوزي ديبي دي زاني ديبي ديبي دي زاني عقود، الجزائر ما اقترحت والو. في نفس الوقت المغرب دار لوبين كبير، قال انا صافي دي زاني والمغرب يصرف غير على هذه القضيه هذه. مثلا في الجزائر برا، ما نفرديش برا، هنا في الجزائر تقريبا شحال من الجزائري ما ولاش يسمع بالقضيه المغربيه، قضيه صحراويه فهمتوا، قضيه صحراويه ما عدا جينيراسيون تقريبا جينيراسيون تاعي هي اللي خربها، لكن اللي يسمعوا بالقضيه الصحراويه، ما لا نوفال جينيراسيون اللي طالعين ولا ما يسمعوا بها، كاع بلي كان حاجه اسمها الصحراء الغربيه، بالك اللي دارني طنبوي فيها راه هضره بزاف قوات الهضره عليها، بالك بداو يسمعوا بها، مي سينو كاين دي جينيراسيون كاملين ما يسمعوش بالقضيه تاع الصحراء الغربيه، مي في الماروك سي الكونترا، الماروك ما كانش مغربي ما يهمش بالقضيه، اما اي مغربي تلاقاه في, 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 في اي بلاصه سامباتيزيو بيان، غير الحقوق المهمه هذه شعل. باسكو قضية بالنسبة لهم قضية مصيرية لهم يملكوها ما كاش، مي الشعب الجزائري في لي ما يسمعوش بالقضية الصحراوية خلاص. المشكل هو انه هذا طبيعة الأنظمة اللي مازالت ساكنة في الإيديولوجية وساكنة في الشوفينية والعصبية، زي هذه فكرة تقرير المصير اللي العالم انتهى منها، ومازالت الجزائر متصرعة على تقرير المصير، فكرة تقرير المصير. تصيغ مشروع مجتمع دولة وطنية حقيقية يشارك فيها الجميع، وتخلى عن اسلوب هذا الصبياني في اداره الدوله، هذه اداره سياسيه ولدوجيه الدوله. المشكل في الجزائر هي منظومه حكم ترفض ان تخرج من عباءه العسكر وتسلم اداره البلد لمدنيين بكفاءات. لما اليوم مثلا لما تتغنى يتغنى هذا تبون الرئيس تبون ب 95 مؤسسه جامعيه وراح المخرجات على المؤسسه الجامعيه، ونقول من هذا ما كاينش جامعات في الجزائر للاسف. هل تركوا الاحزاب السياسيه؟ ما تركوش، وحتى لما يعرضوه من القنوات الى غداك قال ارواح اجتهد ماذا قال الرئيس، والجزائر مهدده احنا مهددين وكذا الى غداك. وين البكاء؟ والمغرب حضرتنا وكذا. الخروج من هذا الخطاب، خطاب هذا الصبياني بالنسبه لي اللي ما يليقش بالجزائر. Aujourd'hui, par exemple, l'Europe ou la France, quand elle vient en Algérie, ils s'en foutent de la question des droits de l'homme, ni des détenus d'opinion. Donc, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une réalité amère.
moi, ce qui se passe aujourd'hui entre l'Algérie, le Maroc et tout, donc c'est décevant. Quand on voit 60 ans après les indépendances, l'un des objectifs de notre guerre de libération nationale, c'est bien l'instauration de cet espace nord-africain, maghrébin, maghreb des peuples, maghreb démocratique. Mais aujourd'hui, la c'est un échec politique, c'est un échec diplomatique de ceux qui sont responsables aujourd'hui. Bon, c'est la diplomatie algérienne, vu ce qui se passe actuellement, il est temps d'ouvrir un débat sérieux, profond, pour une refonte réellement de notre diplomatie. Certes, les règles de la diplomatie sont tracées par, durant la guerre de libération nationale, l'autodétermination du peuple, le respect des droits de l'homme, mais aujourd'hui, les intérêts du pays, et dans des relations, il y a des intérêts momentanés, pas uniquement des intérêts. Jusqu'à présent, il y a une guerre entre la Russie et l'Europe. Jusqu'à présent, la Russie n'a pas coupé encore le gaz à l'Europe et l'alimente, parce qu'il y a des intérêts momentanés. Donc, même dans notre diplomatie aujourd'hui, il doit être revu, discuté, ouvrir un débat sans tabou, c'est pas un sujet péché. Pour et un dernier point, la diplomatie d'un pays aussi, elle est à l'image de la situation interne du pays. S'il y a une stabilité interne, le front interne, avec l'existence des institutions fortes, démocratiques, crédibles, il y a une vie politique normale, le mouvement associatif, les syndicats, la liberté de la presse, la diplomatie sera portée, elle sera très forte à l'extérieur. Mais voilà, donc il est temps, moi je ne peux pas dissocier la diplomatie d'un pays de la situation politique interne du pays.